لضاقت الدنيا من أقصاك إلى أقصاك، لا تشتحن في العسر بعده تياسير. اصبر وصابر وترك أمرك لمولاك، والله سبحانه ولي التدابير. والناس لو تشكي لهم كل ما جاك، ما من ورا الشكوى لغير الولي خير. وانا انصحك يا طيب الفال وانهاك، عن طاعة المعبود لا تقصر السير. كرس جهودك في صباحك وممساك، واحذر تسوقك للظنون التفاكير. في الظن في ربك على حسب مسعاك، والفرض ما يحتاج منك معاذير. والفرض ما يحتاج منك معاذير. وان كان قصرت عن بيوت الله اخطاك، فاعلم ترى التأخير له كل تأخير. واحذر من اللي للمضرات وداك، ترى النبي بين صفة نافخ الكير. وترى الذي من تم عندك تقفاك، وترى الذي من نم عندك تقفاك. وحذرك من كل نمام تحذير، وحذرك من كل نمام تحذير. والكفو دايم خلي يده بيمناك، وابعد عن الرديان لوهم طوابير. وابعد عن الرديان لوهم طوابير. ما شاء الله، ما سلامتكم. تسلم يا ابو علي.